أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نستعرض معاكم الأحوال الجوية النهاردة بالتفصيل. النهاردة هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء، وفي نشاط رياح ممكن تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا دكتورة منار. دكتورة منار، طمنينا الجو النهاردة أحواله إيه؟ مش عايزين حر. هو طبعا للأسف يمكن إحنا نوهنا في نشراتنا إن في ارتفاع في قيم درجات الحرارة، بدأ معانا من أمس الخميس ومستمر معانا على مدار الأيام المقبلة، يمكن مستمر معانا مدة لا تقل عن أسبوع. فاليوم الجمعة هيكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة العظمى. اليوم على القاهرة الكبرى ترتفع عن الأمس بمعدل 3 درجات، يعني إن اليوم متوقع العظمى تكون 35 درجة مئوية خلال فترة النهار. يمكن كمان دي درجة الحرارة المقاسة في الظل، لو أنا موجود تحت أشعة الشمس هحس بقيم درجات حرارة أعلى كمان، لأن إحنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية. الكتل الهوائية الصحراوية دي مرتفعة في قيم درجات حرارتها بشكل كبير، كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، الأجواء المشمسة وارتفاع قيم درجات الحرارة. عشان كده اليوم هنحس بالأجواء الحارة في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا المحافظات الموجودة في جنوب البلاد شمال الصعيد، أجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد، أجواء نقدر نوصفها كمان من إلى الحرارة الحارة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط سواحلنا الشمالية. ده كله بيكون في فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. فترة الليل كمان هنبدأ نشعر بارتفاع قيم درجات الحرارة في فترة الليل، تدريجيا البرودة هتبدأ تختفي من الجو فترة الليل، وخاصة كمان فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، لأن احنا على مدار الأسبوع الماضي كله كنا بنشعر بانخفاض قيم درجات الحرارة. اليوم أجواء فترة الليل هتكون أجواء معتدلة بإذن الله في معظم محافظات الجمهورية، صغرى فترة الليل هتتراوح ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. كمان طبعا متوقع استمرار نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهورية، نشاط الرياح ده هنحس بيه أكثر فترة المساء وساعات الليل، يعني مع فترة المغرب وساعات الليل هنحس بوجود نشاط الرياح، هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد، لكن باقي مناطق الجمهورية مش هيكون عليها أي أتربة ورمال مصهرة. واستمرار بقى ارتفاع قيم درجات الحرارة متوقع على مدار الأسبوع كله، يمكن احنا منوهين دي ده المعتاد في مثل هذا الوقت يا دكتورة منار. احنا خلاص دخلنا فصل الصيف، فمتوقع انه تستمر ارتفاع درجات الحرارة ولا لا ده زيادة عن المتوقع في مثل هذا التوقيت؟ قيم درجات الحرارة طبعا هتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، يعني احنا المعدلات الطبيعية بتكون في أوائل الثلاثينات، لكن احنا متوقع على مدار الأسبوع المقبل كله درجات حرارة تتجاوز الـ 36 والـ 37 درجة مئوية، فده أعلى من المعدل الطبيعي، لكن الطبيعي في الوقت ده إن احنا نشوف موجات طبعا ارتفاع في قيم درجات الحرارة، وأحيانا في بعض السنوات السابقة شهدنا ارتفاع عظمى على القاهرة الكبرى تجاوزت الـ 45 درجة مئوية، لكن الغريب في الموجة دي إن الموجة دي طويلة بشكل كبير، يعني احنا على مدار اسبوع كامل تستمر قيم درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى ما بين 36 الى 37، هنحس بالارتفاعات دي بشكل كبير بسبب طول الموجه دي. اجواء الاسبوع اللي جاي كله هتكون اجواء شديده الحراره فتره النهار، معتدله الى مائله للحراره فترات الليل، فعشان كده احنا بناكد على كل الساده المواطنين مهم جدا يعني تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس وقت الظهيره، لان احنا درجه الحراره اللي احنا بنقولها دي المقاسه في الظل. المواطن هيحس قيم درجات حراره طبعا اعلى من القيم دي نتيجه تعرضه لاشعه الشمس، فلازم ناخد بالنا بقدر الامكان. كمان عدم الوقوف تحت اشعه الشمس لفترات طويله، دايما يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس بشكل مباشر. وهتغيري نصيحتك اللي بتنصحينا بيها بقالنا فتره دكتوره منار، ان احنا نحتفظ بجاكيت خفيف اثناء الليل، اعتقد بقى الجاكيت يدخل الدولاب خلاص. هو بالفعل ان احنا الايام اللي جايه كلها معظمها فتره الليل هتكون اجواءها معتدله او مائله للحراره، فخلاص نبدا تدريجيا نرتدي الملابس الصيفيه على مدار اليوم كله فتره النهار او فتره الليل. ننوه بس ان النهارده كمان لسه في استمرار لاضطراب الملاحه البحريه على البحر الاحمر، لسه ارتفاع الامواج عالي، ارتفاع امواج ما بين 2.5 الى 3.5 متر على
خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر لازم ناخد بالنا هو غير مؤهل تماما لأي أعمال صيد أو ملاحة بحرية، لكن البحر المتوسط معتدل ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. ومهم كمان إن احنا نستمر في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن احنا في فصل الربيع وارد جدا يحصل تغيرات في التنبؤات الجوية بقيم درجات الحرارة تختلف، ممكن تزيد عن القيم اللي احنا بنقولها أو ممكن كمان تقل، فمهم جدا إن احنا نتابع النشرة الجوية. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 35 والصغرى 25، العاصمة الإدارية العظمى فيها 35 والصغرى 20، الإسكندرية 33-18، العلمين العظمى فيها 33 والصغرى 19، مطروح 34-20، دمياط 29-19، بورسعيد 28-18، والإسماعيلية 36-20. السويس العظمى فيها 35 والصغرى 20، العريش 29-12، كاترين 29-12، طابة 33-22، حلايب العظمى فيها 35 والصغرى 25، شلاتين 37-24، شرم الشيخ 36-25، والغردقة 35-24. الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 21، بني سويف 36-21، الوادي الجديد 40-24، أسيوط 38-22، سوهاج 39-22، قنا 40-23، الأقصر 42-24، أسوان العظمى فيها 41 والصغرى 25.